دكتورة مجد ودكتورة أميرة ودكتورة نهال أساتذتي وإخواتي في النيوتريشن، ومع بعض إحنا يا جماعة على طول دكتورة ياسمين ودكتور أسامة منورين القصر العيني. النهاردة المحاضرة ديت sponsored by MSD، هتكلم على الروتا فيروس و is it still a challenge ولا لا. احاول اجري شويه عشان الوقت، عشان شايف احنا ربع ساعه بيهايند. هنتكلم على الاستراكشر، هنتكلم على الكلينيكال سيمتومز، هنتكلم على الابيديميولوجي، وهنتكلم على الجلوبال ريجنال كلينيكال بيردن على الروتا فيروس. الروتا فيروس اكتشفوه في السبعينات وقالوا عليه روتا فيروس لانه كان شكله مدور وعامل زي العجله. هو في ثلاثه لايرز، اوتر لاير وانترميديت لاير وانر كور لاير. اللاير دي هي اللي بتخلينا نسمي الايه الفيروس، التسميه اللي دايما بتبقى صعبه على الناس، هحاول اقولها بطريقه بسيطه بحيث الناس تبقى فاهماها. احنا عندنا الاوتر لاير ديت اللي فيها انتيجنز بروتينز اللي هم بيترقموا بالارقام في بي 7 وفي بي 4. لما هنبص تحت هنا اهوت الفي بي 7 ده اللي هو بيقولوا عليه جي، اما الفي بي 4 ده اللي هيبقى اسمه بي بعد كده. فلما نتكلم نقول جي فاحنا بنقصد جي بي 7، ولما بنتكلم نقول بي فاحنا بنتكلم على البي في بي 4. الميدل لاير دي اللاير اللي في النص اللي واخده الدايره كلها بتاعت الفيروس من جوه، ده المين بروتين بتاعه ومتقسمه لسبعه تايبس اي بي سي دي. الاي دوت الموست كومن اللي بيبقى موجود في الهيومن، في الهيومن. علشان كده لما بنيجي نسمي الفيروس بنسميه على حسب الجينوتايب والسيروتايب بتاعه. فبنقول مثلا الجزء الجينوتايب اللي احنا عرفنا خلاص الجزء اللي هو الاستراكشر بنسميه ازاي، فهو الجينوتايب بتاعه دوت هياخد نيوميريكال نمبر. النيوميريكال نمبر دوت اللي هو زي الثمانيه هنا اهو، ده بيتحط ما بين قوسين، يبقى انا كده اقدر اقول جي مثلا 1 بي 4 وما بين قوسين الجينوتايب 8، فبقى انا عرفت التسميه جت منين بتاعت الفيروس. اكتر حاجات كومن بتبقى ايه جي 1 لغايه جي 4 1 3 1 2 3 4 9. طب انا ليه شلت ال 2 من هنا اهوت؟ علشان ال 1 وال 3 وال 4 وال 9 دول يوجوالي معاهم بروتين بي 8، والجي 2 بيبقى يوجوالي معاه بروتين 4. طيب السبريد بتاع الروتا فيروس هل هو حاجه ذات سيفير؟ يس. احنا من 10 فيروس بارتكلز ممكن يحصل سبريد كومبيرد بالانفلونزا اللي ممكن بنحتاج دوزنز من الفيروس عشان يحصل سبريد، which means ان السبريد بتاعه بيبقى عالي جدا. طبعا هو بيتنقل فيكو اورال، والترانسميشن عن طريق الدايركت او اندايركت من حد لامس السطح او لامس الكونتمينيتد سيرفيس او ستول وتعامل مع التشايلد. والفيكال ماترز يوجوالي تبقى هايلي كونتمينيتد اب تو 10 تو ذا باور 10 بارتكلز موجودين في الملي. طيب هو بيبقى موجود على الهاندز فور سيفرال اورز لو it was not properly washed و several days ممكن على الاسطح بالذات اللي هي بتبقى الاسطح الملساء. الديسانفكتنت والكيميكال زي الكحول والايودين وكده it needs to be with a high concentration to kill the virus. ايه الفسيولوجي في الانتستين؟ احنا عندنا انتستينال ابيثيليوم ودوت فيه اماتيور كريبت سيلز اللي بتبقى موجوده تحت و بتطلع بعد كده تعمل هي بتبقى هي الايماتيور سيلز اللي بتعمل الماتيور سيلز وتمايجريت ابورد فوق عشان تأدي الفانكشن بتاعتها بتاعت الهيدروليسز والابزوربشن وتبقى ماتيور انتيروسايتس. والتريب دي بتاخد من 24 ساعه ل 96 ساعه. طيب لما بيحصل روتا فيروس انفكشن ايه اللي بيحصل؟ الفيروس بيخش جوه الانتيريو سايتس و في السمول انتستن ويبدا يريبليكيت نفسه جوه الانتستن، بيشغل السل في خدمته تبقى هي بتعمل له الفانكشن ان هو يبقى يريبليكيت نفسه جواها. طيب بيطلع منه توكسين سبستنس
وبيطلع منه NSP4 اللي هو نون ستراكشرال بروتين 4، وهنقول ده بيعمل ايه بعد كده. الحاجات دي بتزود الانتراسيلولر كالسيوم، بتعمل اكتيفيشن للكلورايد شانلز، يحصل ديستربشن في السيلز ما بينها وما بين بعض، تبدا تتفكك ويبدا يزود البرميابيليتي. ال NSP4 مسؤول على هو بيطلع ده سبستانس زي توكسين سبستانس، هو دوت اللي بيعمل اريتيشن في الـ في الـ في النيرفس سيستم، اللي بيخلي الطفل يرجع. فالاريتيشن اللي بيحصل دوت والترجيع اللي بيحصل من الروت فيروس نتيجه الان اس بي 4 اللي بيطلع، مش نتيجه الفيروس بير سيف على الجي اي تي. طيب بيحصل ايه بعد كده؟ يحصل اوزماتيك دايريا ويحصل ووتر لوس، وتبدا السيلز تداي بعد كده اهوت، وتحصل المشاكل بتاعه الديهايدريشن نتيجه الروتا فايروس. الانكيبيشن بيريد بتقعد لمده 3 ايام تقريبا، و during الديوريشن بتاعه الديزيز بيبقى فيه دايريا فوميتنج فيفر، دي الموست كومن سيمبتومز اللي بتبقى موجوده مينلي في الانفنتس. وكل ما الطفل ما بيكبر او يبقى ادلت بتبقى السيمبتومز اللي هي ابدومينال بين، وهي هي اللي ممكن تبقى موجوده معاه. الروتافيروس يوجوالي بيحتاج اوت بيشنت كلينيك، ان الواحد يروح للدكتور ويكشف على ابنه ويطمن عليه وياخد علاج، but sometimes which is and it's not rare they need hospitalization عشان الديهايدريشن والاسيدوزز والالكترولايت ديستربنس والهايبوفوليميا. وطبعا المشكله بتبقى ان انت مش لاقي اكسس اصلا انك تدي للطفل دوت او تعمل بروبر ريهايدريشن لللوسز اللي بتحصل عنده. الفيرست اتاك بتفرق عن السكند عن الثيرد في الناتشرال اميونيتي. يس، فيرست اتاك يوجوالي بتبقى مودريت تو سيفير، السكند بتبقى اقل شويه مايلد، اللي بعديها تبقى اقل. يس، الناتشرال انفكشن بتدي اميونيتي بس خطورتها دايما في الاتاكس الاولانيه اللي ممكن يحصل فيها مشاكل مع الطفل وعلى حسب السيروتايب. هنتكلم على الجلوبال بيردن. احنا عندنا تقريبا ما فيش طفل تحت سن الخمس سنين ما بيجيلوش روتا فيروس، وتقريبا طفل من كل 5 بيحتاج زيارة لعيادة الدكتور، وطفل من كل 65 جالهم روتا فيروس بيحتاج هوسبيتاليزيشن، وعندنا تقريبا 500,000 طفل بيموت سنويا من الجاسترو انتريتس والروتا فيروس ديزيز. طيب احنا النهارده عايزين نتكلم على المشكلة الأساسية اللي بتقابلنا كبيدياتريشنز في العيادات وفي المستشفيات. كم واحد فينا بيعمل تست للروتا فيروس من العياده او حتى لو الطفل محجوز في المستشفى؟ قليلين، ما بنعملوش، معظمنا ما بنعملوش. ليه؟ احنا بنتعالج سيمبتوماتيك، بنقول في الغالب ده روتا فيروس. طب انا هعمل ايه؟ هدي فلويدز ولاقي ان ما فيش ان سي ار بي بتاعه كويس والسي بي سي كلها شكلها حاجات فايرال، فنبدا ندي بروبر هايدريشن، وبعد يوم او يومين الطفل بيخرج. طب المشاكل اللي بتقابلنا دي بتقابلنا ليه؟ بتقابلنا لان البيريد اوف ستي في المستشفى يوجوالي بتبقى صغيره، ما بيقعدش مده كبيره في المستشفى. اللابس احنا بنتعامل معاها ان هي مش حاجه مهمه، وبالتالي ما بيبقى فيش دوكيومنتيشن كويسه جدا ولا سيرفيلنج سيستم كويس جدا يدينا داتا كويسه نقدر نحكم بيها الطفل كان عنده ايه لما دخل ولما خرج من المستشفى. طيب المورتاليتي في الدائرية، يعني دي من اكتر الحاجات اللي بتبقى موجوده في الشيلدرن، وبتيجي تاني حاجه بعد النمونيا، ودوت الديستريبيوشن جلوبالي. والاعلى كيرف طبعا للاسف هو الكيرف اللي موجود عندنا في افريكا بالنسبه للمورتاليتي. لو هنتكلم على الدول المتقدمه والدول الفقيره، طبعا السيزوناليتي يوجوالي بتبقى في الدول المتقدمه في الوينتر تايم، الراوند ذا يير بتبقى في الدول المش متقدمه. الاطفال بيبداوا يتصابوا في الدول الناميه من سن 6 ل 9 شهور، ليتر اون في الهاي انكم كونتريز بيوصل من 9 ل 15 ايه شهر. سترينز يوجوالي بتبقى ميكسد، هم عندهم يوجوالي بتبقى الطفل بيجي بسنجل سترين. طبعا البريفنشن اللي بيتعمل بره بيدي نتائج بتبقى باينه في الريزلتس اللي زي كده اهوت. في تشاينا اكتشفوا ان في اطفال عندهم روتا فيروس لما اتعمل استادي من 0 لشهرين، اكتشفوا ان في ريبورتد كيسز موجوده عندهم.
طيب الابيديميولوجي زي ما قلنا الوينتر تايم اكتر وبيزيد سبيشالي في الديفلوبد كانتري، انما في حتت ما فيهاش سيزونال فاريشنز. وفي الجزء المتقدم من العالم الاسكندنافيانز والكلام دوت برضو لقوا ان هو بيزيد مينلي في الوينتر تايم. طيب هنتكلم على السيروتايبس. السيروتايبس زي اي حاجه في الدنيا، انت بتقضي على مرض ففي مرض تاني بيبدا يظهر اكتر علشان المرض التاني الاولاني ما بقاش ايه موجود، بتعمل تطعيم عشان التهاب الايه الرئوي فبتموت سترينز كتيره قوي فتبدا سترينز تانية ايه تظهر. هل نفس الكلام دوت موجود في الروتا فيروس؟ يس، ابتدى يظهر سترينز جديده في حتت كتير، والسترينز دي بتبقى فاريبل على حسب المكان اللي موجود، وان سام تايمز في نفس المكان من سيزون لسيزون بيحصل فاريبيليتي في الروتا ايه فيروس. بس اكتر حاجه بتبقى منتشره دايما اللي هي الجي 1 بي 8 دوت. نفس الكلام برضو في افريكا، برضو نفس الداتا كلها تقريبا قريبه لبعض. ده البردن في افريكا. في ليبيا في حالات موجودة كتير بعد تحت سن السنتين، في نيجر كتير جدا، نيجر دولة فقيرة جدا، في السودان عندهم مورتاليتي عالية جدا ودثز من الروتا فيروس. سنترال افريكا يعني الداتا اللي موجودة فيها بعدد حالات قليل، ما كانش عندهم ستاديز كتير. عندنا هنا في مصر الداتا اللي موجوده ان احنا برضو الانسيدنس للدايريال ديزيز بتبقى فيري هاي في الفتره اللي من 6 شهور لغايه 11 شهر، ومينلي بلو ال 2 ييرز. نفس الكلام بتوصل ل 40% من الحالات اللي بيجي لها جاسترو انترايتس بتبقى روتا فيروس في السعوديه. نفس الكلام في تونس، السادس كلها متقاربه. انا جايب حاجات تبقى في الريجن بتاعنا. طيب احنا بنحارب ايه؟ احنا مش عارفين بنحارب ايه مين، لان هو فيروس في سيروتايبس احنا عرفناها، وكل شويه بتطلع سيروتايبس جديده موجوده في كل بلد، and sometimes في نفس البلد في سيزون تاني بيطلع حاجات تانية تبقى هي المين او هي البريدومينانت اللي موجودة فيها. انما عندنا في مصر في بيبرز كتير معمولة مطلعين ان الجي 2 والجي 1 هم دول اكتر سترينز موجودة، ويوجوالي الجي 2 بيبقى فيه مشكلة انه ما بيبقاش properly الطفل protected منه في secondary infection لو حصل infection ايه للمرة التانية، وما بيديش long term protection لو ما جاش أصلا للطفل، فلازم الطفل ياخده عشان ياخد منه البروتكشن. طيب ايه الافيدنس؟ الافيدنس ان في ناس كانت بتاخد التطعيم اللي ما فيهوش الجي 2، فلما كانت بتاخده بعد فتره يكتشفوا ان هو لا بيجي لهم سترين جديده على الرغم انه واخد الفاكسين، لما عملوا السترين دوت لقوها ان هي الجي 2. طيب الدياجنوز بنعمل ايه؟ ستول اناليسيس، ناخد منه الانتيجين، نعمل الاي جي جي مور سبيسيفيك، نشوف بالالكترون مايكروسكوب حاجه صعبه وتاخد وقت كتير، نعمل بي سي ار مكلفه. خلينا كلنا في موضوع الانتيجين، الانتيجين ده سهل لو احنا نقدر نعمله هيدينا على الاقل داتا ايه كويس. المانجمنت طبعا لل الجاسترو انترايتس بنديوس الريسك فاكتور بريفنشن برايمري بريفنشن، ان احنا ندي الفاكسين بروبر هاند ووشنج والووتر سبلاي والحاجات دي تبقى كويسه. سكندري بريفنشن ان يبقى الطفل بروبرلي نورشد وياخد الفيتامينز بتاعته وسبلمنتد كويس ونتاكد ما عندوش زنك ديفيشنسي. وبعدين الاورال كلنا عارفينها طبعا مش محتاجين نتكلم فيها، الريهايدريشن وال انترافينس ثيرابي لو الطفل محتاج ادمشن في مستشفى، وده الكلاسيفيكيشن اللي كلنا عارفينه بتاع الديهايدريشن مايلد ومودريت وسيفير. واهم حاجات ننتبه فيها طبعا، يعني يمكن في الفتره الاخيره ما بنشوفش حالات بتوصل لكده نتيجه الوعي عند الدكاتره وعند المرضى، انما طبعا واحنا نواب كلنا في بوريش كنا بنشوف الطفل اللي بيجي ديهايدريتد بالسانكن اي وعنده تاكيكارديا وسمتايمز شوكت ومطلد. بليز دي الريد فلاجز المفروض ننتبه ليها. ايه اكتر حاجه بتهمنا في البريفنشن؟ لما بنعمل كل الحاجه نغسل ايدينا، نعمل روتا فيروس از ا ديموكراتيك فيروس، هيجي للغني وهيجي للفقير، كل الناس هيجي لها روتا ايه فيروس كاطفال يعني، وبالتالي المين بريفنشن هيبقى
الفاكسين. طيب ايه هو الفاكسينز اللي عندنا؟ احنا عندنا تو فاكسينز موجودين في مصر، في واحد والاثنين بيتاخدوا اورال، في واحد بتاع شركه MSD وفي واحد بتاع شركه JSK. لو عايزين نعمل كومباريزن ما بينهم، الاثنين بيبقوا اورال والاثنين بيتاخدوا بعد سن يعني ستارتنج سن 6 ويكس، نقدر نبدا ايه نديهم. في واحد جرعتين بتاع JSK، بتاع MSD بتاخد 3 جرعات. ففي ناس بتقول لك طب هو كده هو هيمي مس وان من الدوزز عشان هو 3 جرعات، اللي هيخليه مس الجرعه الثالثه ما يخليه مس الجرعه الثالثه بتاعت الدي تي بي مثلا اللي بياخدها، او يمس جرعه الام ام ار مثلا، فهو اللي هيمس اي فاكسين تاني. فهو لا، هو اللي هياخد فاكسين هو كوميتد وهيروح، اللي هيفقد او مش هيروح، هو مش هيروح مش للروت او لحاجه تانية، مش هيروح لاي حاجه تانية. طيب ايه تاني في السيروتايبس؟ احنا الجي اس كي مونوتايب، الام اس دي از بنتا تايب، في خمس انواع اللي هم جي 1 2 3 4 و بي دي اتش، ان هو طبعا عنده 5 سيروتايبس. الجي اس كي از ا هيومن ليف اتينويتد سترين، وده بيدي له ادج ان هو بيدي كروس انتيجينستي as they claim في الورق بتاعهم ومكتوب وريبورتد. انما انا زي ما بيقولوا ابني على كتفي ادور عليه ليه؟ ما انا عندي الخمسه سيروتايبس بدل ما ادور عليهم في كروس انتيجينستي اوريدي موجودين. وبوفاين هيومن ايه ري اسورتنت، الاثنين موجودين بالشكل دوت، شكل سيرنج في جي اس كي ازاز بتتاخد، وام اس دي طريقة سهلة جدا لأن هو موجود في تيوب بلاستيك، طفل ممكن بياخدها بيبدأ يرضع بيها ويمصها بالراحة بالتدريج، وما يبقاش فيه دروبس تقع منه ولا حاجة، وما يبقاش فيه أي حاجة فيها حاجة تعور الايه الطفل. دي نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله، متجمع تاني في سلايدز. من الآخر روتا فيروس يعني is a big burden, huge burden. في ناس من الموجودين هنا عارفين ان كريمة مختار الواد لو سهل اديله محلول، والكلام دوت احنا يعني عشنا وتربينا عليه، ان كان لازم بيجي اعلام في التلفزيون عشان الريهيدريشن، مشاكل ما بعد التريتمنت من الاور اس اللي ساعات بتبقى ياتروجينيك مننا كدكاتره، وانا از انتنسيفست بشوف ناس كتير بتجيلنا بهايبر ايه ناتريميا. It is a preventable disease. بيشكل نص مليون deaths per year. This is a huge number that we should يعني be concerned about it. الفاكسين ده حاجة مش صعبة ومش واللي بينزل sorry يعني يشحن الكالت الموبايل بتاعه ب 100 جنيه و200 جنيه لا يوفر في الفلوس ويروح يطعم ابنه، بس لازم انا كدكتور افهمه واوعيه لان هو مش فاهم، وفاهم ان ده از ان اكسترا فاكسين اضافي، افهمه ان ده تطعيم مهم زيه زي بقيه التطعيمات الايه الثانيه. دي السيروتايبس اللي موجوده في الفاكسين، هو من فيرست دوز من اول 6 اسابيع ل 12 اسبوع، الجرعه الثانيه بتتاخد من 4 ل 10 اسابيع، والجرعه الثالثه لازم تتاخد قبل سن 8 شهور. يعني 2 4 6 يتاخد مع ايه؟ يتاخد مع كل الفاكسينز، يتاخد مع في كل حاجه، انما الليف اتينويتد فاكسين زي البوليو فاكسين دايما بنقول لك نفرق بينهم 2 ويكس دوت بريفيربلي. الكلام الجديد والابديتس كنت قاعد ببص للدكتور عادل رياض عشان عارف انه هيرفع لي راسه كده ويبص، ان ممكن يتاخدوا الاثنين مع بعض في نفس اليوم. الاول كانوا بيقولوا في نفس السيتنجز بس ممكن الصبح وبالليل، يس ممكن الصبح وبالليل. واخر ابديتس بس لسه ما بقتش ريكومنديشن، انه ما فيش مسافه تتساب 2 ويكس ما بينهم، ان انت ممكن تدي واحد وتدي واحد الاسبوع الايه الثاني، بس لسه مش موجوده في نشره الدواء بتاعه الشركتين. ثانك يو فيري ماتش، يا رب ما اكونش طولت عليك. شكرا دكتور محمد، الحقيقه محاضره رائعه وفيري براكتيكال وبالتاتش اور براكتس افري داي. روتا فيروس زي ما حضرتك قلت من الحاجات اللي لازم بنشوفها كل يوم في عيادتنا. بنقل لحضرتك شكر استاذ دكتور اسامه، لكن عايز اشكر حضرتك ان بيرسون، وهجمع السؤالين عشان وي ار شورت ان تايم. انا عندي 40 ثانيه لسه. 40 اوكي. اول سؤال يا دكتور محمد، لو انا جالي طفل في ال 13 اسبوع وما خدش الفيرست دوز، وهو جه بعد البيريود بتاعه الفيرست دوز جاست
بياند ياخد يس ياخد واقول للطفل ان ده بره نشره الدواء وادهوله، وفي بيبرز كتير قوي مكتوبه على الكلام دوت انه ياخده. ده في بيبرز مكتوبه ان ندي لغايه سن السنه، بس مش عايزين نعمل ايه لخبطه. بس اللي بيعدي الماكسيمم ايج اللي انا ممكن ادي عنده الفريش دوز احنا خلينا نتكلم ان انا مش هقول ماكسيمم ايج لان ده مش موجود. ده بيبرز مكتوبه وناس عملت ستاديز وادت عند سن الثلاث شهور والخمس شهور، وفي ناس ادت عند ست شهور الفريش دوز. وفي الاخر ادت برضو ايه بروتكشن. بس انا لو بنتكلم على اللي موجود جوه نشره الايه الدواء في الشركتين هو دوت، وهما كانوا بيقولوا زمان ان يخلصوا كل الجرعات عند ست ايه شهور وطلعوا yes. دلوقتي اند ابجريدد اب تو 8 مانث، ومكتوب ان في الدول اللي فيها تفشي في المرض واب تو 1 يير كمان. انما لو جه طفل الفارق اسبوعين وثلاثه وكده بنديله، بس لازم افهم الاب ان بقول له ان ده بره نشره الدواء وانا بديهولك كطبيب وفي مكتوب كذا 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 وبيتاخد. تمام. السؤال الثاني، هل ممكن امكس if you received the first dose of a certain vaccine ومش موجود السكند دوز عندي، ممكن ادي مثلا روتاتك في الدوز؟ تسلمي على السؤال البراكتيكال اللي انا عارف ان انت عارفه اجابته قبل ما تساليهوني. بس السؤال مهم جدا أنا لازم نقوله. There is no inter there is no there is no interchangeability ما بين التو فاكسينز. نعمل ايه؟ جالي حد فبساله خده هنا او هنا او هنا، خلاص عرفنا. ما عرفناش خالص هنعمل ايه؟ ادي جرعتين من ده او من ده، ادي جرعتين من ده او من ده. فانت يا توتال 3 يعني بعد الايه بعد الجرعه الاولانيه ده، لو انت يعني جالك حد وكان في غياهب الجب وما مش عارف اي حاجه وبتاع، ندي جرعتين يبقى توتال زي ما دكتور عادل ما بيقول 3، الجرعه الاولانيه اللي انا مش عارفها، واثنين ايذر من ده او من ده. اخر سؤال بقى دكتور محمد. تأمر يا دكتور امير. حضرتك بتقول ان هو دلوقتي يعني ممكن لو الطفل جه متاخر برضه نديله. تمام. هل اللي هيجي متاخر بقى اللي يجي سي مثلا هيجي عنده ست شهور، ساعتها بقى هديله تو دوزز ولا هديله ثلاثه جرعتين ولا ثلاثه؟ على حسب البيريد اوف تايم. يعني انا لو انا جاي لي حد هقدر اديله ثلاث جرعات اديله ثلاث جرعات، هقدر اديله جرعتين هديله جرعتين، يبقى على حسب البيريد اوف تايم. وهنا ديت زي عارفه حضرتك في شغل القسطره عندكم هخش اعمل ايه بيبقى على حسب انا دخلت لقيت ايه لقيت ايه كيس باي كيس بتبقى. شكرا دكتور محمد. يعني والله محاضره بالنسبه لي طبعا عظيمه جدا. تسلم ربنا يبارك فيك. كويس الميكروفون جالي عشان اشكر تاني دكتور محمد. شكرا جزيلا دكتور محمد على المحاضره القيمه ودايما ممتع كده ان شاء الله. طبعا يسعدني ويشرفني ان انا اقدم احد اجمل المحاضرين في طب الاطفال وفي الجهاز الهضمي، واللي انا بستنى محاضراته دايما عشان استفيد واتعلم منها، استاذ العزيز استاذ دكتور حاتم حسين، استاذ ورئيس قسم البيدياتري جاستومترولوجي جامعه الزقازيق، وهيكلمنا عن الاندوسكوبي كيس ستادز. اتفضل استاذ العزيز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا، ربنا يخليك ويحفظك. شكرا دكتور اسامه، شكرا للمنصه الكريمه، شكرا للزملاء المحترمين الكرام، مش عارف اقول مين واسيب مين. شكرا لزملائي وابنائي الموجودين الحاضرين اللي زحمين القاعه. حقيقه انا جاي من اسكندريه، ولكني شديد السعاده ان انا قدرت اكاتش الجلسه دي النهارده. مبروك للدكتور شريف ودكتور احمد والدكتوره ولاء. الحقيقه